وهو يتحدث عن أنه ربما شعبية نتنياهو من خلال هذين الاستطلاعين اللذين أجرتهما صحيفة معاريف وصحيفة إسرائيل اليوم إنما زادت بسبب نجاح قوات الاحتلال في تحرير 4 جنود الأسبوع الماضي. طيب ماذا عن الحدث الأبرز الذي يتحدث عنه الجميع الآن والضربة القوية التي يعني منيت بها قوات الاحتلال في غزة بمقتل 8 جنود في تل السلطان غربي رفح؟ طبعا يعني الرأي العام في داخل إسرائيل متذبذب بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، لأنه لا يعلم ما هي سياسة الحكومة ولا يعرف مطلقا ما هي السياسة الأمثل والأفضل، وبالتالي كلما كان هناك نجاح ولو بسيط للجيش الإسرائيلي يعزو ذلك الجمهور الإسرائيلي لبيبي نتنياهو، مع أن طبعا بيبي نتنياهو ليس له الحق في أن يتفاخر في ذلك. ناحية أخرى نرى الآن أن يعني الإعلان عن هذه الضربة الكبيرة التي مني بها الجيش الإسرائيلي سوف تؤدي بالتالي إلى عكس ما رأيناه في هذا الاستطلاع، لذلك يعني هذا التذبذب الكبير في الرأي العام الإسرائيلي نابع أولا من طبعا عدم الوضوح الكبير الموجود في سياسة بيبي نتنياهو التي يتعمدها بيبي نتنياهو. هو لا يريد أن يفصح لا عن سياسته في كل ما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وهذا هو موضوع جوهري يمكن أن نغير المعادلة بشكل كامل على مستوى الرأي العام، هذا أولا. ثانيا عدم الوضوح بكل ما يتعلق بالجبهة الشمالية ونية الحكومة وحكومة إسرائيل أن تأتي أو تبدأ بحرب شاملة في لبنان من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لا يوجد هناك كما يبدو حل للنازحين، أكثر من 160 ألف نازح إسرائيلي نزحوا من الشمال والآن ليس لديهم حل مطلقا. لذلك أنا أعتقد بأن هذا يعني هذا الاستطلاع سوف يتغير بشكل عكسي تماما خلال الأيام القليلة القادمة. الخاسر الأول من كل ما جرى في خلال الأسبوعين الأخيرين هو بني غانتس بالضرورة، لأن بني غانتس لم يكن لا هو كان مع الانتصار أو مع يعني الشعور الأوفوريا أو الانتصار الذي حصل في السبت الأخير، ولا كان يعني مضاد ومعارض بشكل واضح لسياسة بيبي نتنياهو، إلا أن يعني كان لقاء اليوم مع إيزنكوت شريك بيني غانتس الذي قال وفضح بشكل كامل سياسة بيبي نتنياهو في الغرف المغلقة، وأن بيبي نتنياهو كل اعتباراته ليست اعتبارات لمصلحة إسرائيل وإنما اعتبارات سياسية لمصلحته الشخصية، وهو يريد أن يحافظ على يعني معظم الناس قالوا نفس كلام إيزنكوت. يا دكتور وائل، يعني ماذا تغير يعني لنتنياهو؟ يعني أولا يقول ذلك من هو شريك في اتخاذ القرارات خلال فترة 8 شهور من إدارة الحرب، وهذا رجل عسكري وليس رجل عادي، يعني بالضرورة أن نظرته ورأيه العسكري هو رأي يحترم بشكل أو بآخر من قبل الجمهور الإسرائيلي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نرى التحديات أمام بيبي نتنياهو المقبلة هي التحديات ليست بسيطة، هي أكبر بكثير من أن نقول بأنه يعني خرج من الضائقة السياسية وأن هناك دعم. أولا كل ما يتعلق بقانون التجنيد، هذا القانون الذي يمكن أن يؤدي إلى تظاهرات كبيرة جدا في الداخل الإسرائيلي ضد إعفاء المتدينين اليهود من الانخراط في الجيش، وهذا ما يريده الجيش. الجيش يقول بأنه يمكن أن نقبل بأن يقتل الإسرائيليون يوما بعد يوم، والمجتمع المتدين اليهودي يأخذ الميزانيات من ناحية ويعفى أيضا من الخدمة العسكرية بحجة أنه يصلي من أجل إسرائيل وبذلك هو يحمي إسرائيل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الموضوع الآخر وهو موضوع الجبهة الشمالية التي يعني أنا أعتقد بأن يعني زيارة جالانت إلى الولايات المتحدة المزمع أن تكون في خلال أيام للبنتاغون محورها هو يعني موضوع الجبهة الشمالية، لأن إيزنكوت يقول بشكل واضح وهو يعني رجل عسكري متمرس ويعلم علم اليقين ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي، ويقول بأن الجيش الإسرائيلي غير مستعد وغير جاهز للدخول إلى حرب في لبنان، ولذلك هو يقول بأنه يجب أن يكون هناك انفراج معين أو تغيير معين في سياسة الحكومة في غزة
من أجل أن يكون هناك وقت للجيش الإسرائيلي يتعامل بتعامل مختلف مع لبنان، ولا يمكن لإسرائيل أن تدير جبهتين في آن وقت واحد. نعم، التحديات موجودة أمام بيبنى نتنياهو، طيب، ليست قليلة وليست بسيطة، ويمكن أن تؤثر على الاستطاعات طبعا بشكل كبير جدا في الأيام المقبلة. طيب، يعني